كان نفسنا اكيد نبتدي معاكم باخبار مبهجه طول الوقت، يعني يا رب تكون ايامنا حلوه طول الوقت، بس للاسف سنه الحياه يوم حلو ويوم مر، حلو بنجاحات بتطبطب علينا، حلو بحاجات نعم ربنا مدهلنا كتير، ومر برحيل ناس غاليه على قلوبنا جدا وناس في منتهى الانسانيه، منهم الفنان الجميل طارق عبد العزيز. كان انسان رائع وراقي ومختلف، بني ادم. عارف لما تقول على حد انه بني ادم كانت تنطبق على طارق عبد العزيز، اللي انا مش قادره اصدق ان انا بقول الله يرحمه. هو توفى اثر ازمه قلبيه مفاجاه وهو بيصور مسلسل، وبقينا اتنين اللي كان فرحان بيه جدا، وكان بيقول الدور ده يبقى حاجة مختلفة وجديدة. وكان معايا شريف منير، يا مفيدة شريف منير هو اللي شاف اللحظات الأخيرة. طبعا آخر مسلسل طارق عبد العزيز في اليوم اللي توفى فيه الله يرحمه، كما يعني أصدقائه وزمايله بيحكوا إن في اليوم ده رغم كل حاجة اللي هو إنه كان نشيط جدا، كان المود بتاعه عالي جدا وكان متفائل بزيادة. خلي بالكم إنه كان في فترة من فترات كان عنده اكتئاب شديد، وكان بسبب مرضه اللي في ضعف عضلة القلب ودعامات كتير عملها، فكان ده مأثر عليه نفسيا وصحيا. فلما جات له الشغل ده في المسلسل ده كان فرحان جدا جدا جدا، وهو داخل البلاتو مع شريف منير، كان شريف مشهد منير، مع شريف منير، هما الاثنين كانوا عن بينهم ومن بعض مشهد، وهو داخل راح ساند على شريف منير وقال له انا حاسس ان رجلي مش قادره تشيلني يا شريف. وفي اللحظه دي وهو بيتكلم وقع، وحاولوا بقدر المستطاع ان هم يسعفوه ونقلوه للمستشفى، ولكن بعد ما دخل المستشفى اعلنت المستشفى انه توفى وهو في الطريق الله يرحمه. كان من ضمن اهم الامنيات بتاعته، انا سمعت الكلام ده على السوشيال ميديا، ان احنا دايما لما بنجيب سيرته نترحم عليه، فاسمحوا لنا ان احنا نحقق امنيته اللي هو طول الوقت كان بيتمناها، ان لما يتوفى او يحصل له حاجه الناس تقول الف ورحمه ونور عليك يا طارق. فاسمحوا لنا ان احنا نقول له دلوقتي الف رحمه ونور عليك، ونقرا له الفتحة في كل صلاة، نقرا له الفتحة كل ما نفتكره، ونقرا الفتحة لكل شهداء فلسطين ولكل الناس العزاز علينا اللي بنفقدهم، واحنا بنقرا الفتحة نسمي الناس دي ونقرا لهم الفتحة ألف رحمة ونور لروحه الحياة. يعني ربنا اختاره في اللحظة دي ان هو يكون عنده الرحمن الرحيم، ويعني الدنيا ما تستاهلش زي ما الشريف منير قال بعد المشهد اللي شافه، لان هو تقريبا شافه وهو بيطلع في الروح. طارق ليه اعمال مهمه جدا السنين اللي فاتت، مسلسل اسمه اخر كان مع دينا الشربيني، ومسلسل اسمه راجعين هوا طبعا احنا فاكرينه مع خالد النبوي، وكان رائعه اسامه انور عكاشه، وكان دوره حامد في دايما عامر مع مصطفى شعبان، وسيد في مسلسل رحيم مع ياسر جلال، وكان بدايه لشكل مختلف لطارق. أعمال تانية كتير جدا، يمكن هو عمل تقريبا 50 عمل ما بين دراما وسينما، وكان المسلسل الأخير ده وبين اتنين اللي كان سعيد بيه المفروض ان هو هيتعرض خلال الأيام اللي جاية، لكن ربنا وكلمة ربنا اللي هو الرحمن الرحيم قال كلمته. هو كان عمل جراحة في القلب من شهر يونيو الماضي، لكن هو كان بقى كويس جدا، وحتى قعد كلمني على الدكتور اللي عمل له العملية، وقعد يقول لي في شعره ان هو عالمي، رغم ان هو يعني هنا في مصر ان هو عالمي، لكن يعني حكمة ربنا. وهو مش اول حد يموت بأزمة قلبية اثناء الشغل او يموت بمشاكل في القلب عامة، يمكن مصطفى درويش كمان الله يرحمه. خلينا برضو أعمار. طبعا اعمار، خلينا نفتكر برضو مصطفى درويش ونقرا له
الفاتحة سامي العدل ونقرأ له الفاتحة، وخالد صالح وجلا فهمي وهيثم أحمد زكي، كل دول توفوا بسبب مشاكل في القلب، ربنا يرحمهم جميعا والفاتحة لروحهم، ويا رب ربنا يعني يرحمهم ويصبر أهله ويصبر كل حبايبه يا رب إن شاء الله.